بالنسبة للقبعات البيضاء كان عندنا نقاش، وأنا وجدت أن أسجل يعني هذا الأمر. موضوع القبعات البيضاء هي مجاميع من السياسيين والعسكريين بمراكز عليا، لكن هناك نظريات وبصورة عامة تقريبا 3 نظريات حقيقة. النظرية تقول أنه القبعات البيضاء هاي المجموعة هي من صنع الدولة العميقة، هاي نظرية. وكل القصة بتاع أنه القبعات البيضاء تحركوا كذا عملوا كذا، هو هذا من صنع الدولة العميقة، هاي نظرية. النظرية الثانية، وموجودة حوارات بالمناسبة، يعني حوارات ونقاشات، النظرية الثانية يقولون فيها أن أصحاب القبعات البيضاء موجودين، يعني حقيقيون، لكن موقفهم ضعيف، يعني تحركاتهم ضعيفة نوعا ما، ما عندهم القوة بهالمنطق. والنظرية الثالثة تقول إنه أصحاب القبعات البيضاء موجودين حقيقيون وعدهم القوة في تغيير الظروف، وعدهم تحركات عالية واتصالات عالية مع كائنات كونية. فهذه الـ3 نظريات العامة الموجودة الآن. بالنسبة لي، خلينا نتكلم فيها، من هؤلاء تماما؟ الجواب، هؤلاء موظفين كانوا عسكريين سابقا، كانوا مستشارين بالسياسة، نعم حقيقة، يعني من أصناف مختلفة قرروا كأنه تحرير الأرض وإنقاذ الأرض، لأن وجدوا أنه الدولة العميقة وتعاملهم مع الدراكونيين يقود الأرض إلى هبوط كبير وانقراض الحضارة البشرية، فكأنه استيقاظ الوعي الكوني عند هؤلاء أصحاب أو اللي يسموهم القبعات البيضاء. هل دورهم ضعيف؟ أنا أجيب كلا، ما أعتقد دورهم ضعيف، لا. ليش؟ ما هو السبب؟ لأنه الأمر مش مرتبط فقط بالأرض، الأمر مرتبط بما يسمى بالسحب الكوني والتدخلات الكونية. وإحنا ناقشنا أنه العاشر يسحب التاسع، التاسع يسحب الثامن، الثامن يسحب السابع، وهذا السحب طاقات ضوئية كبيرة متداخلة. انتبهوا شبابنا، يعني من نقول سحب مو فقط ايه السحب الكوني وباي باي، لا 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 لا، تفعيلات، تفعيلات انفتاح ممرات كونية، تغير بالفلسفة الكونية لدى الكائنات الكونية، اجتماعات مستمرة من كائنات بالمستوى السادس والسابع والخامس، مستمرة، كلمة مستمرة حتى تختلف، يعني من نقول مستمرة بالمادة، لكن تعريف مستمرة بالأكوان تختلف. فهذا كله يؤثر تمام على الفكر البشري، ما عدا النزولات والهبوطات الكائنات الكونية داخل خارجه والتعاملات الكائنات الكونية مع الحضارة البشرية. فأنا باعتقادي أنه القبعات البيضاء هم مش من صناعة الدولة العميقة، وإنما هم نتاج الوعي الكوني. ما أعتقد هم ضعفاء، لا، بس ما أعرف كم عندهم القوة، ما أعرف، بس هم مو ضعفاء أبدا، لا، هم يعملون بجدية وبتركيز وبإخلاص. ممكن عندهم اختلافات بوجهات النظر، نعم،
عندهم اختلافات بوجهات النظر، بس عندهم جدية، وفعلا عندهم تعاملات مع كائنات كونية. طرح نقاش، هذا النقاش عميق حقيقة، يعني موجود بالإنترنت وناقشوه كثيرا، أنه هل دونالد ترامب من أصحاب القبعات البيضاء؟ هذا سؤال عميق جدا جدا جدا، أجيبكم ما أعرف، ما أقدر أقول أبدا ما أعرف، بس طرح كثيرا، يعني موجود، أقصد أنه على أساس هو من القبعات البيضاء، بس أنا ما أعرف حقيقة، لأنه إذا ندخل بهالمجال باعتقادي ما نصل إلى نتيجة واضحة، لأن كثير من الآراء وكثير من الأفكار حول شخصية دونالد ترامب كثيرة. فأجيبكم مرة أخرى، معلش، هل هو من أصحاب القبعات البيضاء؟ هل هو مش من أصحاب القبعات البيضاء؟ ما أعرف. طيب الآن نأتي إلى الشخصية الأخرى المؤثرة، أيضا بوتين. ها، أيضا هذا، يعني هي هذه الشخصية أيضا تناولوه كثير من الخبراء والسياسيين والباحثين، وقسم يقولون أنه هو من أصحاب أو هو واحد من القبعات البيضاء. أيضا أجيبكم ما أعرف، ما أقدر أقول هو من القبعات البيضاء أو لا، ما أعرف حقيقة. ليش؟ لأنه أيضا الأمر فيه عمق، شخصية بوتين وتجاربه والماضي والتاريخ، هل غير استراتيجيته؟ هل هو عنده اتصالات كونية؟ ما عنده اتصالات كونية؟ لأن احنا مسألة السياسة هاي فيها أطراف كثيرة، يعني هو شخص وعنده تعاملات كثيرة، وكل 5 دقائق تكتشفون هو ممكن متغير حقيقة. زين، شلون راح أنت تقيسها؟ ومعها أيضا هؤلاء بهاي الدرجات عندهم ما يسمى بالدبل، ها، الشبيه معروفة، يعني بوتين وترامب عندهم، فهنا شلون راح نوصل إلى استنتاج من هو الحقيقي ومن هو المش حقيقي؟ فالأمر فيه عمق، بس أنا استنتاجي أنه القبعات البيضاء حقيقيون، وقسم منهم أيضا هم كانوا يعملون بالدولة العميقة، بس الإيجابيون منهم الآن بهالمعنى موجودين بالدولة العميقة، الإيجابيون اللي هم أصحاب القبعات البيضاء. أنا ما أعتقد أنه هاي فبركة أو لعبة بتاع دولة عميقة، لا ما أعتقد. أوكي، هذا